من هذه إلى تظاهرات أخرى مختلفة، نذهب وإياكم الآن إلى النجف ونشاهد جانبا من تظاهرة المحاضرين الذين يعملون بالمجان في النجف رغم حرارة الشمس المرتفعة، إلا أنهم لا يزالون في أماكنهم وفي ساحات تجمعهم. وجاءت هذه التظاهرات بحسب نشطاء للتعبير عن مظلومية المحاضرين الذين يعملون بالمجان وكيف أن حقوقهم تبخس. وخلال هذه التظاهرات فوجئوا بتعامل قاس من قوات الشغب، رغم أن هتافات المشاركين في التظاهرة كانت سلمية، إلا أن القوات الحكومية اعتدت عليهم. يلا 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 يلا